السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عمار من قناة سي بي 9 مدرة. رجعت اليوم فيديو جديد تكملة لسلسلة البي في بي، بس اليوم حروح العب جيم، لسه اني ما لعبت الجيم تبع النورمال تبعي اليومي. حالعب جيم نورمال، واليوم حاستخدم بالنورمال فود جديد. ممكن في ناس لسه ما بيعرفوا عن هذا الفود، اللي هو هذا الفود. ليش انا هلا عم استخدمه؟ لاني انا ما بلعب كتير نورمال بي في بي هلا، صاير بهالفتره عم بلعب اليت اكتر، فانا ما بدي اخسر البوزيشن تبعي، الرانك تبعي اللي بالنورمال، لانه بدي احاول يا اوصل لتشامبيون 1 يا اما ضل تشامبيون 2، مشان الجيمات اللي بيعطونا اياها اسبوعيا. وهذا الفود شو فائدته؟ بتشتريه من الكوين شوب اولا، من الكوين شوب تبع البي في بي. فائده هذا الفود انه حتى لو خسرت ما بينقص منك ولا نقطه بالسكور تبعك، السكور تبعك بضل مثل ما هو حتى لو خسرت وحتى لو فزت. فانا هلا اول جيم حالعبه نورمال بالفود هاد، مشان اذا خسرت، لانه انتم مثل ما شايفين 3801، يعني اذا بخسر جيم بنزل للشامبيون 3. وبصراحه مو جاي على بالي انزل للشامبيون 3 وارجع اطلع من اول وجديد للشامبيون 2. لانه ممكن يصادفك تيمات كتير يخسروك ويرجعوا ينزلوك. وهلا بالوقت هاد صاير، بما انه الاواعي اللي لبس تبع اسكانور لساته بفلوس مو بجيمات، فالعالم اللي شارينه بفلوس دائما عم بيكون عندهم مثل افضليه عن العالم اللي مو شارينه بفلوس، وعم يكون عندهم سي سي اعلى، وبالتالي عم يبدوا قبلي وعم يقتلوني. وهذا هلا هذا مثلا 104 السي سي تبعه، فانا ممكن لو مو مستخدم الفود اللي انا مستخدمه وهذا خسرني يرجع ينزلني للشامبيون 3. هلا هو حتى لو كان 104 احتمال لسه اني فوز عليه، بس هو المشكلة انه هلا صار معه الالتيميت تبع اسكانور، واسكانور تبعي شبه، وكينج تبعي شبه مات. طيب هلا انا اذا بعمل هيك ورانك اب، هيك في عنده كرتين سيلفر بايده، واحد منهم هدول لارثر اكيد. حاول اعمل اي شيء قبل ما يموت كينج تبعي. بس مثل ما قلت لكم، شايفين هلا مثلا هذا اللي طلع ضدي، هلا انا 100% حيموت الكينج تبعي اللفه الجاي. ممتاز. فانا بحاول هلا بالحركه اللي عملتها، شوفوا صار معه الجول تبع ارثر. هلا اذا هو بده يقتل لي كينج ما في مشكله، انا معي رانك اب، بعمل رانك اب اللفه الجاي، بحاول اقتل له ارثر فيها قبل ما يعمل الجولد باف تبعه، اذا ما طبعا هحاول استخدم عليه كل شيء بايدي جولد بعد ما اعمل رانك اب. هلا فيني اعمل الالتي تبع جوثر، بس بهي الحاله بالذات بدي احاول اني اقتل له ارثر تبعه قبل ما اعمل الالتي، لانه ممكن اذا صار معه الجولد خلاص انا انتهي. بس اذا ما مات هون المشكلة الكبرى. حلو، مات ارثر تبعه، هلا صار معي دبل التيميت، حتنزل مارلين تبعه، واحتمال جدا ضئيل انه مارلين تبعه يكون معها دبل اللي هي الدرين. فهلا انا شو فيني اعمل اللفة الجاية؟ اذا ما قتل اسكانور طبعا بقتله اسكانور، وبشيل له الالتيميت جيج وبعمل له اتاكسيل. هذا اذا ما مات اسكانور تبعي. حلو، المفروض هلا ما مات. شو بنعمل؟ اول شي بنعمل الالتيميت، بنشيل الاوربس تبعه، بعدين اسكانور، بعدين اتاكسيل. هذا المفروض يكفي لحتى يروح اسكانور تبعه. ساعتها بصير هو عنده 2 بس بالساحة، وانا عندي 3، ومارلين تبعه ما بتقدر تعمل اي شي. هلا انا حظيت بصراحه بالرانك ابس تبعاتي اللي طلعوا لي، ممتاز. هلا هو اللفه الجاي اذا مات اسكانور تبعي انا ما عندي مشكله، عندي لسه، لا والله صار عندي مشكله انه عندي كروت حلوه لاسكانور. ممكن هو يحاول يعمل اتاك سيل بعدين مات للاسف. طيب ما في مشكله، اذا بعمل هلا انا عامل له اتاك سيل ليفل 2، فاذا بستخدم هلا كارتين لجوثر
هو ما عنده حيكون غير اتاكسيل، واللفة الجاية بصير معي 2 ليفل 3 مارلين. حلو، هلا بده يعمل لي اتاك سيل، ان شاء الله ما يكون معه كرتين لجوث المصيبه. كرتين بايده لجوث. طيب احتمال هلا انا اخسر بصراحه، لانه حتى كيوب ما طلع لي. طيب هلا ما عندي غير هالحركه بصراحه. اذا ما متت بالالتيميت تبعه احتمال اني يضل عندي شوية نفس. مصيبة بايده كروت، ما في بايده كروت ل مارلين اتاك، هاي المشكلة. وهي الالتي والله ممكن تقتل لي مارلين اذا ما مصيبة، يمكن عامل لي اتاك سيل لفتين. هو اذا ما كانت اتاك سيل لفتين اللي عامل لي اياها، انا بقتله هلا. اتاك سيل لفتين. هلا اذا ما عمل لي اتاك سيل بفوز، بس احتمال كتير كبير يكون معه اتاك سيل. رانك اب، بعدين رانك اب على حاله، بعدين اتاك سيل. انا خالص ولهلا ما طلع لي ولا مره شيلد. والله هي كانت بصراحه مزعجه. والله بصدق لسه في امل اذا هلا بعمل له اتاك سيل وما بيقتلني اللفة الجاية، في امل اقتله انا. هلا ممكن يعمل كيوب. انا ما بتتخيلوا قديش ضل، قديش في قيوم ضلت هيك. بس جوثر ضد جوثر. لو جوثر تبعي الالتي تبعه 6 من 6، كان في احتمال اني، في احتمال اني يفوز 100% يعني تقريبا. هلا هو حيعمل لي اتاك سيل، انا حاعمله اتاك سيل وهيك تضل. طيب هلا ما عندي غير هالامل. اذا ما قتلني هاي اللفة بقدر فوز. حتى يمكن اذا ما بيقتلني هاي اللفة ما بقدر فوز، لانه اتش بي اعلى من اتش بي هو لسه. بس شكله حيقتلني. قلتي كثر مستحيل تقتله يمكن. يا حرام يا حرام، والله حرام بصراحة. بس جيم كان جميل. هلا اشوف هذا الجيم كتير كتير كان قريب. يا حرام بصراحة، لو عندي شوية لايف ستيل، لو عندي شوية اتش بي زيادة، شايفين ما خسرت ولا نقطة. انا هذا اللي بدي اياه. هلا انا خلصت هون، لعبت الديلي، اخذت الجيم اللي بيعطوني اياها، ما نزل الرانك تبعي، لساتني بالشامبيون 2. هلا برجع ساعتها بلعب الاليت بي في بي، وانا في عندي مفاجأة صغيرة بالاليت بي في بي، اني انا حطيت هيلبرام وشلت اسكانور. هذا التيم اللي كنت عم قلكم بدي جربه. اللي هو فيه هيلبرام بدل اسكانور، جرب الكومبو تبع كينج برام. ولحد الان انا جربت فيه كم جيم لهذا التيم، وبصراحة جدا قوي، تيم جدا جدا قوي. بس المشكلة انه هذا التيم سي سي تبعي اقل من سي سي تبعي لما يكون معي اسكانور. يعني لما عم حط اسكانور، ثواني، لما عم حط اسكانور عم يكون تيم السي سي تبعي 157,000. هذا بما انه جوستاف اللي عندي لساتو اس اس، لساتو اس اس ار، كمان عم بخسر كتير من الستاتس تبعتي. شوفوا يعني هلا بيعطيني جوستاف 23,000، السي سي تبعه 23,000. لما كنت حاطط جوثر على اسكانور كان السي سي تبعه 32,000 مو 23. هلا بعتقد هذا السي سي تبع التيم هذا.
الا اذا كان في والله مثلا ارثر نسيان حط له لا هو هذا السي سي تبع التيم 153 الف، بس مع انه 153 الف اقل ب 4000 من هذاك التيم، بس التيم هذا كتير كتير قوي. المشكلة الوحيدة فيه انه في كتير جيوم عم بلعب فيها تاني، ما عم بلعب اول واحد. بس انتم مثل ما شايفين انا تشامبيون فور هلا وداحل. بس الوين ريت تبعي نفس العادة فوق 60 لحد الآن، يعني طول ما هو فوق 60 ممتاز. هلا الحلو بهذا التيم انه لما يطلع ضدك تيم اسكانور او تيم في المونو ريد ما بيكونوا بيخوفوا نفس ما بيكونوا. هذا ضدي بوت، بما انه 116 الف فاحتمال كبير يكون بوت، فنحن بنعامل البوتات باحترام. نستعجل التي جوثر تلف الجاي، عندي 2 بتريفاي وعندي واحدة اللي هي النيدل كأنه اسمه، هاي فوق ويف، هي جدا جدا بتضرر اسكانور جدا. هلا بورجيكم، بس الفكرة اني انا يمكن ما اعمل على اسكانور. هلا هو حيعمل بما انه بوت حيعمل كلينز وحيستخدم ضربات عشوائية على يوزعها على الفريق، هيك البوتات بيعملوا، بيشيل السبيشال ممكن يضرب ضربة لهذا وبعدين يضرب ضربة للتاني، الا اذا كان هذا بوت مدرب ركز على كينج تبعي. طيب هلا بس حتى اورجيكم شو اللي ممكن تعملوا، هاي خليني اضرب هاي على اسكانور، نعمل الالتي لفة جاي هيكون معي الالتي تبع هيلبرام. هلا هو كان لو انا مستخدم ليفل 2 على اسكانور احس، شوف الدمج اللي بيعمله هلا 89 الف، 89 الف يعني اذا اسكانور اللي ضده اتش بيو 100 الف بيبقى باتش بيو 10 10000. كتير 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 قوية الضربة هي تبع هيلبرام، انا مجربها لانه انا اللي لعبانين ضدي بهيلبرام معاني معهم فيها، بيعمل لي سبيشال واحدة بتلاقي اتش بي اسكانور تبعي راح اختفى. هلا هاد فيني انا اعمل له التيميت دبل بيتريفاي احسن شيء اعمله، بعدين الالتيميت تبع هيلبرام الحلو فيها انه بتشيل كل البافز. شوفوا هلا اول ما يبلش بشيل كانسل، شال البف اللي عليه اللي هو البيرفكت كيوب، وبعدين بضرب الالتيميت تبعه. هذا هي الحركه فادتني جدا لما لعبت امبارح كانه مع تيم في ارثر، عمل الجولد بوست، بمجرد ما عمل الجولد بوست انا استخدمت الالتي تبعي روحت له اياها كلها. بس هداك كان كتير محظوظ لدرجة انه عمل جولد بوست روحت له اياها رجع عمل جولد بوست بعد لفة، وشو صار يعمل؟ صار يركز على الهيلبرام تبعي. حلاوة هيلبرام انه فيك تقول الكنترول تبعه احلى لسه بشوي من كينج. كينج سبورت اكتر ما هو هجوم بالبي في بي، ليش؟ لانه هو بيعمل بتريفاي والتانية تبعه هيل مشان يخلي التيم عايش، والالتيميت طبعا تبعه يعني سفاحة. بس الدمج تبع التيميت هيلبرام او بالاحرى الالتيميت تبع هيلبرام بشكل عام مو بالدمج، الالتيميت تبع هيلبرام بالكنترول تبعها اللي هي انه بتشيل كل البفات، خاصة ضد تيمات المونو ريد اللي هلا كتير صايرة شائعة، كتير 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 بفيد الالتيميت تبعه لهيلبرام. هلا هذا ضد 156 الف، والله ما عندي علم بصراحة، ما بعرف كيف ممكن اتعامل معه. هذا كان بالاول بايده بيتريفاي ليفل 2 من اول الجيم، بس الجميل انه انا فيني هذا الحلو اذا بيعمل لي بيتريفاي لكينج تبعي فيني استخدم هيلبرام. بس هو بما انه هيك اذا بعمل له بيتريفاي هلا لفة جاي بيكون معي الالت ريموفال، لانه هو انا الكينج تبعي من لفتين مثل ما شايفين انتم لفتين ما حيقدر يعمل شيء. فيني هلا يا اما لفه جاي استعجل التي جوثر والتي كينج، والله اذا بستعجل التي جوثر والتي كينج كتير ممتازه، لانه ساعات بصير معي 2 التيميت. بس هلا هو الاسكانور تبعه شكله حيعمل التيميت، عنده كتير كتير التيميت هلا هو، وللأسف أنا ما عندي غير واحدة من تبعات هيلبرام. طيب هلا أنا
لو بتيجي علي اخد التي جوثر احسن ما اخد التي كينج. التي كينج لانه ممكن تمحيني، التي جوثر اخر شي ممكن تعمله هو انه تعمل لي تشيل لي الالتيميت من عندي. شوف الدمج اللي عم يعمله، يعني هي النقطة تبعي. هلا احتمال كبير اخسر يعني عادي، بس الفكرة هلا هو لو مو عامل لي بتريفاي لفتين انا كنت فايز 100%. بس هلا هو لهلا ما استخدم ولا اسكانور. اذا استخدم اسكانور استخدم اسكانور. هلا اذا ما مات هيلبرم تبعي حلو، في احتمال كتير كبير اعمل كمباك. هلا هو حيهيل يضربني باسكانور، هلا انا اللفة الجاية فيني اعمله بتريفاي. حلو حلو كتير. اللفة الجاية بعمله بتريفاي، لا ابدا مو هيك بدي اياها. هيل بتريفاي على كينج ونشيل الالتيميت من اسكانور. شايفين التيم عنده كتير حركية، يعني انه انت مو شرط والله خلص استراتيجية واحدة استعجل التيميت اسكانور وقتلهم كلهم وخلص، لا هذا فيك تنوع، فيك انت تخلي ال ال هلا الخوف. انا خايف كتير بصراحة وما عم بعرف افكر، لانه خايف يكون عنده كم كرت لاسكانور. لس يعني هذا الزلمة عنده كرت واحد لاسكانور، اذا بيقتلي هيلبرام في مشكلة. اذا ما قتل هيلبرام اللفة الجاية برجع بعمل بتريفاي لكينج تبعه. فيني اعمل حركة اني شيل له 2 الت جيج. اتوقع هي افضل حركة ممكن اقدر اعملها هلا، ما عندي اي اوبشن تاني. بس المشكلة انه عم يطلع له كتير كروت لاسكانور، وهذا الكرت سيلفر اللي بايده مالي عارفان بصراحة لمين. هلا هو هذا حاليا صاير سباق مين بيعمل الالتيميت اول. هو هلا المارج اللي عمله اكيد حيكون بتريفاي لكينج تبعي اكيد. اذا ما كان مارج بتريف مصيبة، معه كروت اسكانور، كل لفة عم يطلع له كرت اسكانور. والله كان في احتمال انه تشنس معي ويطلع لي كارت مارلين مشان نشيل الالتيميت فيه، كانت كتير حلوة. بس اعتقد انا ما فيني اقتله اسكانور، فمشان هيك بحاول بدي احاول اركز على كينج تبعه. اذا بيموت كينج تبعه انا ما كان بدي يموت بصراحة. ليش؟ لانه حتنزل مارلين هلا. لو كنت بخلي كينج تبعه ما عمله بتريفاي. جميل جميل جدا. هلا كينج تبعي مات. هذا شيء مفروغ منه، بس فيني انا اللفه الجايه اعمل رانك اب وشلو الاسكانور تبعه، اعمل رانك اب لمارلين اذا ما قتلها هلا. طبعا هذا اكتر زلمه بالعالم طلع له كروت لاسكانور. هلا اذا مارلين ما بتقتل الاسكانور تبعه، اذا بقتله جوثر ما بقدر اقتله جوثر. خلينا نشوف شو حيصير. حلو. هلا نفس الجيم الماضي، مارلين وجوثر على مارلين وجوثر. بس انا شو بدي هلا؟ ماتت شكل مارلين تبعي، ماتت، خربت المخططات كلياتها. هلا الالتيميت تبع مارلين تبعه جاهزة وانا ما فيني اعمل اي شيء. والله حرام، بشيل الالتي هلو. هلا هو مو سيء انه شلي الالتي بصراحة، لانه هلا انا شو بعمل؟ بعمل هيك
ساعات الالتي تبع مارلين الالتي تبعي ما بتنشال من مارلين، واذا بعمل الالتي اللفة الجاية بتقتل جوثر تبعه، حتعمل كيوب. طيب هلا اذا بعمل الالتيميت بيموت جوثر تبعه، اللفة الجاية مارلين تبعه ما بتقدر تعمل غير كيوب. هو عمل رانك اب قبل ما يروح، حلو حلو حلو، لسه ما في بايده كيوب. انا فيني هلا شو اعمل؟ سبام اتاكسيل. هو عمل ميرج، هلا هو انا بعمل له اتاكسيل ماي كومبينيشن، احتمال فيها فوز، احتمال كبير كتير فيها فوز، الا اذا هدول اثنين سيلفر بايده لا فيها فوز 100%. هي بس انا اللي بقى اللي بالمشكلة ما بعرف الكرت اللي بايده، هلا بيقدر يضربني، بيقدر يشيل لي الالتيميت هو. يا حرام، حلو. صراحة نستاهل هذا. معي هلا انا ستات بوست من البس من الليفل 3 تبعي. هي صايرة انا اخر كم جيم بي في بي عم بلعبهم، كتير كتير عم تصير فيني هاي الحركة، عم ضل انا واللي ضدي مارلين وجوثر ضد مارلين وجوثر. فشو بيصير؟ اللي بيستعجل الالتي تبعه اول وبيقتل اللي بوشه هو اللي عم يفوز. بس الحلو انه مارلين لما تضل حالة ضدي انا ما بخاف، الا اذا كان عنده كيوب ليفل 3. لما يكون عنده كيوب ليفل 3 كتير كتير بصير بيخوف. يمكن نفسه، لا هذا تيم التراش، بس احتمال يكون بوت، احتمال كبير يكون بوت. بما انه السي سي تبعه كتير واطي، احتمال يكون بوت. اليوم لعب ضد واحد كان مستخدم ايفيجن فود، زعجني بطريقة مو طبيعية. هلا حلو، هلا انا اذا بقدر اللفة الجاي اقتل له كينج تبعه، بقدر اقتل له كينج. هو عمل ميرجر على جوثر تبعه. اذا بستخدم الكرت هاد تبع كينج، هو الفكرة من التيم تبعه انه يستعجل التي ديان. فانا اذا بعمل هيك بعمل له اتاك سيل، وبعدين بضرب ضربة عادية، خليه اللفة الجاية يستخدم الهيل، ما عنده اي شي يشيل الالتيميت فيه هو. انا معي لسه هيل. ها هو اضطر يروح كرت الهيل اللي هو بوت، انا ما بعرف شو كنت عم فكر. كنت عم فكر نسي انه هو بوت. بس لو كان بني ادم طبيعي كنت انا هلا بمشكلة. فيني استخدم هاي مشان يصير معي الالتي تبع كينج اللفة الجاية. هلا جوثر بيعمل الشغل المطلوب، بيروح لي الالتيميتس تبعاتهم، بيقتل كينج، وكينج بيعمل شوية ضرر على جوثر تبعه. اللفة الجاية معي التيميت كينج، ومعي ليفل 2 فوق، ومعي بتريفاي، فالجيم خالص تقريبا. بس والله منيح هذا البوت عم يعمل ميرج وعم يعمل دنيا. بوت ممكن يكون مو بوت على فكرة، هذا احتمال ما يكون بوت لانه عم يستعجل الالتيميتس. البوت ما بيمشي على هالاستراتيجيات هي. انا نسيت تماما انه عنده ميرلين وفي بايده كرتين جولد. طيب بما انه هي هذا انت عم تسوي لنا مشاكل كتير، انت بنخاف من الالتيميت تبعك، المفروض يموت هلا جوثر.
شايفين الدمج اللي بيعملوه كهيلبرام. انا كتير كتير انا بصراحة معجب بالدمج تبع هيلبرام، لانه انا هي اول مرة انا عندي اياه من تقريبا من وقت ما اجا هيلبرام عندي اياه، ولهلا اول مرة بلعب فيه اليوم. يعني ايه اليوم انا طورته، فاليوم اول مرة بجربه هذا مو بوت على فكرة، لو بوت ما كان حاول يستعجل الالتيميتس. البوت بيعمل اي شيء وسلام عليكم. هذا عم يحاول يستعجل الالتيميتس تبعات الشخصيات تبعاته، بس ما بعرف ليش اللعبة عم يحطوا لي ناس سي سي تبعهم اوطى من السي سي تبعي بكتير. يعني هذا كان 125,000، في بتذكروا ممكن امبارح واحد 125,000 ولا 130,000 خسرني، كان عم يلعب تيم المونو ريد بيرس خفاني خفي وميته. فانا صرت بصراحة شك انه اي شيء عم يلعب ضدي، اي حدا عم يلعب ضدي ماله بوت، احتمال كبير ما يكون بوت. بس لحد الان انا اتوقع فزنا ثلاثة، فزنا اربعة، لا فزنا الاليت فزناهم كلهم، والنورمال خسرتهم. هلا النورمال انا ما حطيت هيلبرام لانه انا بعتقد انه هيلبرام بالانجيرد اللي هو بالنورمال مو فعال نفس ما هو فعال بالاليت. الفعالية تبعه يعني بالاليت اكتر من النورمال. هذا تيم المونو ريد وعنده عم ياخد التيمت فود. طيب هلا الفكرة من هذا التيم، انا دائما هلا هو الصح اعتقد انا انه تركز على ارثر، بس انا بعتقد انه اذا جوثر معمل له كنترول ارثر ما بيقدر يعمل شيء لحاله. بس للاسف هلا هاوزر ممكن يخفي لي التيم خفي. بوست على هاوزر، هلا معه دبل التيميت لفة جاية. انا فيني ارجع هي اللي روح لي اياهم معي جولد هيل، وبعدين نعمل واحدة على هاد واحدة على هاد. هلا هو اللي ضدي كان في طريقة احسن ممكن يعملها، بس ما يمكن ما كان معه الكرت. لو كان نستخدم الضربة تبع ارثر تبعه مشان يكنسل لي الهيل تبع كينج، بعدين هلا هو ممكن يرجع يسجل الالتيميتس مرة تانية. بس انا خايف هلا يكون الكرت اللي بايده هاد جولد بوف. هلا عمل الحركة هي، معت عندي هيل ديسابل اتاك. جميل بصراحة اللعبة اللي لعبها كتير قوية كتير، وانا ما عندي اي فكرة شو ممكن اعمل لحتى كاونتره. الشي الوحيد اللي فيني اعمله هو اني اعمل له التيميت بعدين اتاك سيل. اذا ما مات حدا بالالتيميت هلا بدي اخد تريبل التيميت منه اللفة الجاية. ما اعتقد حدا من التيم تبعي ضل عايش بصراحة، كتير صعبة هي. هذا الجيم جدا كان صعب. يبدا بهاوزر بعدين جوثر. هاوزر مات، مستحيل هذا الجيم خالص تماما صراحة. لعبها صح اللي ضدي و ويل بلايد. خلاص ما في داعي، ما بدي اشوفها، انسحبت والله انسحبت. والمشكلة انه التيم تبعه المونو ريد بيكون في عندهم لايف ستيل عالي. يعني اذا هاوزر تبعه ما مات او ارثر تبعه ما مات، ممكن يقتلوني باللفة اللي بعدها ويرجعوا اتش بيهم كله بسبب هي الباسيف تبع ارثر، انه بتعطيك 15% اتش بي ريليتد ستاتس. يعني انت لما عم تاخذ من ارثر عم تاخذ منه لايف ستيل وريكفري ريت وريجن ريت واتش بي. يعني فعليا انت اذا اللايف ستيل تبعك 2 مع ال 15 تبع ارثر بصير عندك 17% لايف ستيل. وهاوزر لما يعمل دمج بيعمل على التيم كله اللي ضده، فبمجرد ما يعمل على ثلاثة، إذا بيعمل 100,000 على ثلاثة مع بعض بيرجع 17,000. هذا إذا هو ما عنده أبدا لايف ستيل، وأنا بعتقد إنه هاوزر عنده لايف ستيل أوريدي بالكيت تبعه، عنده 3% لايف ستيل.
مع اللايف ستيل هديك ال 15 صار عنده 17 اي 18. وغير طبعا بينحسب الريكفري ريت والريجن ريت، هدول كمان بينحسبوا بالمعادله، فبصير بهي الارقام مخيفه. اذا ما بتقتله دغري بيرجع بيرجع اتش بي او كله بيرجع بيقتلك. فهي كانت اليوم اول يوم بالتيم تبع كينج برام اللي هو هيل برامو كينج. ان شاء الله تكون عجبتكم، واذا عجبكم اذا عجبتكم السلسله لا تنسوا تدعمونا باللايك والشير وانضموا لنا على الديسكورد. عنا ححط انا كل مره بحط اللينك تبع الديسكورد تبعنا بالديسكربشن مشان كل حدا بده يفوت ينضم. في اسئله في استفسارات، اذا حدا بده يسال اي سؤال بس يعمل لي منشن على الديسكورد. بس هالكم يوم انا ما عم بقدر افتح كتير الديسكورد لانه عم بشتغل عم خلص شغلي، وبنفس الوقت التليفون بيكون عم يفرم لحاله اوتو. فبالنهايه اذا عجبكم المحتوى لا تنسوا الاشتراك بالقناه واللايك والشير. وشوفكم على خير.